Figurant parmi les principaux partenaires commerciaux du Liban, la Chine a su développer ses relations avec le pays du cèdre. En témoigne l'explosion du port de Beyrouth en 2020. بعد الانفجار الأليم الذي حصل في بيروت بدأت الحكومة الصينية في تقديم عدد كبير من المساعدات وككل الدول المشكورة التي قامت بهذه الخطوات المهمة الإنسانية فعلى سبيل المثال كانت هناك وحدة القوى العاملة في قوات الطوارئ في جنوب لبنان اليونيفيل الوحدة الصينية قامت في إعادة تنظيف في مرفأ بيروت ومنطقة الجميزي ومنطقة وزارة الخارجية وأيضا هناك هبة من الحكومة الصينية لإعادة ترميم وبناء مبنى وزارة الخارجية إضافة إلى العديد من المساعدات التي قدمت لوجستيا ومساعدات طبية في تلك الآونة الحزينة. Plus récemment, la Chine a offert à Augero un don évalué à 8 millions de dollars pour équiper environ 356 sites en énergie solaire. On a été contacté par l'ambassade de Chine il y a à peu près un mois ou deux mois pour nous informer que le gouvernement chinois a accepté justement de contribuer, d'octroyer ce don à Augero pour qu'on puisse justement essayer de transférer, si vous voulez, notre dépendance sur le fuel sur l'énergie solaire. Et on anticipe que le matériel tout entier sera au Liban aux alentours de mois d'août-septembre. Cinq centres d'Augero ont déjà été équipés de batteries et panneaux solaires, comme ici dans le centre de Derkoubel. C'est un projet très important pour établir une relation entre le Liban et des pays partenaires en ce qui concerne les infrastructures et surtout, il est grand temps au Liban qu'on passe à l'énergie alternative pour des raisons multiples, les coûts en fuel sont très importants et pèsent beaucoup sur le budget national. Finalement, le succès de ce projet peut être un début à une transformation complète comment le Liban traite avec les sujets d'électricité et de sources alternatives. Cependant, la coopération libano-chinoise n'a pas encore montré tout son potentiel. في العام 2017 تم توقيع الاتفاقية بين لبنان والصين هي اتفاقية مبادرة الحزام والطريق في جهة التعاون في شتى الأمور اللوجستية والبنية التحتية والطاقة والرياضة والصحة ونأمل أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية كي يستفيد لبنان من المزايا التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق على من ضمن المنفعة المشتركة والكسب المشترك حيث لاحظنا أن هذه الاتفاقية كان لديها نجاحات كبرى على مستوى العالم وحتى الآن نحن لم نستفد من هذه الفرص فلذا نحن ندعو إلى الاستفادة من هذه الفرصة التي قد تكون إلى قد تساعد في جانب كبير من La Chine a notamment témoigné de l'intérêt pour le port de Tripoli. وجدت أن مدينة طرابلس لديها إمكانات كبيرة لمزيد من النمو والتطور. أعتقد أن الشركات الصينية هي مستعدة للمشاركة في عملية التطوير وإنشاء في مدينة طرابلس. وإقامة مشاريع التعاون التي تخدم مصلحة الطرفين. استثمارات للصين منا موجودة بس في رغبة يعني نحن لمسنا بأكثر من مرحلة أنه في رغبة عند الصين وشركات الصين أنه يكون عندهم استثمارات بلبنان من طرابلس وبالوقت نفسه كمان الصين مضينا نحن والصين على المستوى اللبناني وعلى مستوى المرافق بطرابلس مضينا اتفاقيات انه نكون نحن ضمن طريق وحزام الحرير ولكن يمكن نتيجة الظروف اللي عم بيعيشها البلد وعم تعيشها المنطقة ما في شيء لحد هلأ تحقق Trois grues géantes d'importation chinoise sont venues renforcer les capacités du port. المعدات إذا بدك الرافعات من الصين ولكن هيدا مشروع خاص في شركة كان اسمها جولفتاينر أخذت تشغيل الرصيف بمرفأ لبنان من طرابلس واستوردت الرافعات بالماضي بسنة 2015 ومؤخرا من الصين ولكن هذا مشروع مش تقدمة
هذا مشروع استثماري طبيعي. Des opportunités commerciales qui profitent également aux Libanais. الفرص كبيرة ومتاحة. هناك عدد كبير من الدول ورجال أعمال ورواد الأعمال استفادوا من تطور ونهضة الصين وشاهدنا هذه الدول كيف استفادت كثيرا. نحن لبنان الآن نقول هناك فرص ضائعة، لم نعمل بشكل جدي على الاستفادة من هذه الفرص. رواد الأعمال والمبتكرين ورجال الأعمال اللبنانيين لديهم فرص كبيرة من خلال الاشتراك في المعارض، معارض شانغهاي الدولي ومعارض كانتون، والسفارة الصينية في لبنان تساعد رواد الأعمال وتؤمن لهم فرص التواصل مع رجال الأعمال الصينيين والمصنعين الصينيين. يعني يبقى هناك أن نبادر نحن باتجاه الصين كما هي تبادر باتجاه لبنان. Un partenariat gagnant-gagnant cher à la Chine.